اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، بطل عليكم من خلال برنامج خبرياتنا بلا حدود لنشوف سوا شو بدور خلف كواليس برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني، سواء كان في الحلقات المباشره او في اليوميات، وكمان حتى المشتركين اللي غادرونا دائما بنسلط الضوء عليهم وعلى اجمل المواقف اللي مروا فيها. في البداية رح تكون مع جنان وكيل عن فئة الشعر اللي كان في أحد اليوميات ما لها شيء. خلينا نشوف جنان كيفك اليوم؟ الحمد لله، بس أنا غضبانة. لا أنا مش رواق، أنا غضبانة. خير؟ شو صاير معي؟ ليش زعلانة يا جنان؟ صدقيني إنه كل إشي له حل. خلينا نشوف ليش كانت زعلانة. شو صاير معي؟ عم يقولوا لي إنه لسه في مباشرة وأنا عم أعمل كل مجهودي لحتى ما يكون في شيء هيك مباشر، يعني أنا ما عم بفهم عليهم إنه المفروض أقدم شيء ما في رسالة واضحة، اتركه للمشاهد هيك يتخيل إنه طب بده يقول لي هيك المتابعين إنه شو المغزى من الفيديو تبعك، ما فهمنا شيء. من جهتي بنصحك يا جنان إنك تنسي الموضوع تماماً لتقدري تبدعي في اللي جاي، وإذا لجنة التحكيم قدمت لك أي ملاحظات اتأكدي إنها رح تكون في صالحك، وبقول لكل المشتركين إنهم يحاولوا يستفيدوا من آراء لجنة التحكيم فايا، يارا ووائل. إدمان الحب ده محتاج مسج معينة تكون straight to the point في وشك. بس حلوة الفكرة إنه عن طبيب نفسي وكيف هو عم يتجاهلك وهيك، بس كان فيها تتنفس بشوي طريقة أحلى يعني. تاني مرة ساعملي لهم انفجار. إيه. علشان أنا رح ساعدها بالفيديو المرة الجاية. يعني كنت ممكن تستفيد بيه تحط انسرت تقييم أو نوع كادرات أو حتى الفيلم ناقش الموضوع ده، قدم حلول ولا لأ؟ لا لا، بس حتى طريقة لحتى تحبي حالك، ما بعرف ليه نفرت منها هالمرة. ما تزعل، ليه عم تطلع هيك فيي؟ لا عادي. شو بدي أعرض خلفية على هالشعر أنا؟ مشكلتك مش مشكلتي، هيدا شو بتعرضي؟ في حكي عم قوله يا جنان، خلصنا تمثيل. أنت شو شغلتي بتاخدي ولد على مدينة الملاهي؟ أنا بعرف إنه هي عم تحكي لمصلحتنا، بدنا نحن نقدم شيء احسن، بس بطلت تفهم علي، يعني صار كثير الجو مكهرب وتعصيب. انت شغلتك تكتبي شعر وتقولي شعر، تلقي شعر. مثل ما شفتوا مشاهدينا، جنان شايفه انه سيلين ما عم تقدر تفهم عليها، والجو صار شوي مكهرب بينهم. خلينا نتابع ونشوف جنان شو كان بدها. بدي حبكه، في حبكه، ما فيني انا هيك دج اكتب، بدي حبكه يكون في قصه شوي. انا شلون بدي اعرض فعل بالحكي؟ ما شفتي شو مشكلتك؟ بعدك عم تعرضي فعل بالحكي. شفتي شو المشكلة؟ عم بتفكري شو بدك تحكي. أنا بدي اياكي تفكري شو بدك تعملي مش بدك تحكي. فهمتي شو الفرق بيني وبيني؟ هي عم تقولي لي شو بدك تعملي، تمام، معناها فعل، معناها في تصوير فيديو. النقاش عم بيزيد بين جنان وسيلين وما عم بيقدروا يفهموا على بعض، معلش هيك بصير أحياناً. معناها فعل، معناها في تصوير فيديو، الفيديو المهم. ترجعي على الفيديو. يا حبيبتي عمل، عمل مش فيديو، عمل جنان، عمل قبل الفيديو. طيب كتبت، انا شو الفيديو اللي بدي اعمله على الكتاب؟ ترجعي لي على الفيديو، ترجعي لي على الفيديو، لان عم تقولي لي عمل، والعمل منه حكي، العمل فعل. اوكي، اعملي شيء، اعملي شيء فيه شعر، ارجعي فكري بالفيديو. روحي كفي ريسيرش بليز. الله يخليكي يا سيلين انك تاخدي بالك من جنان، لانه جنان مثل ما بتعرفي شاعره وحساسه كثير. منروح فاصل وراجعين. خلينا نشوف راشد من السعودية عن فئة الفن والتصميم شو اعتبر نفسه بالبرايم الثامن. الفيديو حق المرة هذه أنا مبسوط فيه لأنه حجم العمل كان كبير مرة، فأنا مبسوط فيه إن شاء الله، متفائل، وأنا دائماً بطل، بس أنه رأي اللجنة محترمة يعني، وأنا دائماً بطل 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 بطل. أنا البطل طبعاً، أنا البطل، قولوا لي من حاول معي مالك أمل، وصلت للقمة وغيري ما وصل. كلامك صحيح يا راشد، لجنة التحكيم رأيها كتير مهم، الواحد لازم كمان يكون عنده ثقة في حاله وفي قدراته. هلأ خلينا نشوف يارا شو قالت. وش أقول يا راشد، وش أقول أنا، ما شو بدي أحكي، ما بعرف يعني، مبدع راشد. هيدا الفيديو أول شيء أثرني، ما كنت بدي أحكي وعلق يعني، بس لأنه حسيت شو بدي أقول، إنه حلو، حلو الفكرة، تأثرت، كيف جمع الأولاد حواليه وعم بيعلمهم ويساعدوه ويمزحوا ويضحكوا، قد إيه الموسيقى بيشتغل عليها رهيب. شو بدي أحكي؟ لايك لايك لايك.
وش أقول يا راشد وش أقول؟ وش أقول يا راشد وش أقول؟ مثل ما شفتوا يارا حبت كتير الفيديو اللي قدمه راشد والمحتوى، وخاصة إنه جمع الأطفال حواليه. نشوف علاماتك، شو شعورك؟ علامة عالية؟ 75. سكر السكور راشد. قول عني ما تقول، صبي كم صعب الوصول. قول عني ما تقول، صبي كم صعب الوصول. واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. مثل كل برايم مشاهدينا، بتكون اللحظات الحاسمة هي الأخيرة، وفي البرايم الثامن وقف 2 من المشتركين في منطقة الخطر. خلينا نشوف مين المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع. هن زاهد ومحمود. والمشترك الرابح بنسبة التصويت الأعلى من الجمهور رح يربح فرصة تانية للاستمرار بالمنافسة، والتاني للأسف بغادرنا الليلة. منروح فاصل ومنتابع سوا. مثل ما شفنا، زاهد ومحمود هم اللي كانوا بمنطقة الخطر، والاثنين كانوا عم بيحاولوا إنه ياخذوا الموضوع بروح رياضية، وهاي هي روح المنافسة الحلوة. في قلق يعني، راح اخيب ظن خطيبتي وراح ارجع البيت بدون ما احقق الهدف. لا ان شاء الله، والله ابدا. انا لو في امكانيه التصويت هصوت لزاهد والله انه يوم. لا بس عادي، محمود صراحه يعني مستقبله كبير ولا يزال شاب ويستحق اكثر. انت عجزت نفسك بدري ليه كده؟ انت شاب برضه. لا زاهد اللي هيقعد ان شاء الله. للاسف كل اسبوع لازم يغادرنا احد المشتركين، والمنافسه بين محمود عن فئه الكوميديا اللي ما حد بيستغني عنه وعن فيديوهاته، وزاهد عن فئه العلوم والتكنولوجيا بيقدم على طول الفيديوهات العلميه واللي فيها محتوى مفيد وجميل. توفيق، واكيد يعني مين ما ظهر برا البرنامج حيكمل بمجاله. التصويت توقف والنتائج صارت جاهزه. المشترك اللي أنقذ تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو محمود أشرف من مصر، مبروك. أما الخاسر فهو زاهد فيلم بان. تمنياتنا لك بالتوفيق. ما تسيبنيش لو حتى ثواني، لو أغيب عنك استناني. صحيح زاهد ما قدر يوصل الفكرة، بس كان له وجهة نظر. مش أنا. 45. خلينا نشوف شو كانت وجهة نظره لزاهد. حاسس بأني خذلت خطيبتي، ما فزت بالمسابقة، ما حققت الهدف، بس في نفس الوقت سعيد عشان حرجع على السعودية والعادات القديمة والكمبيوتر المتواضع. مشاركتك يا زاهد في نجوم بلا حدود في موسمه الثاني كانت خطوة حلوة كتير ومهمة، وأكيد رح تستفيد منها، سواء كانت من الصفوف المتنوعة سيلين أو من آراء لجنة التحكيم. كانت تجربة جديدة صراحة، وأتمنى أنه تعجب الجوري على الأقل. من بعدك صرنا نعرف معلومات كثير مهمة، يعني من أول ما بلشنا نكتسب قصص. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بلاقيكم بكرة بنفس التوقيت. تصبحوا على ألف خير.